السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. موضوع جديد من مواضيع حياتي في سويسرا. اليوم بدنا نحكي على موضوع المساعدات، واللي بيسموه انتو الراتب، هلا هو مو راتب، هو مساعدات من السوسيال أو الجوب سنتر مثل ما بتسموها سموها. هلا أضعف رواتب أو مساعدات تنزل من السوسيال هي اللي معه إقامة N أو F. نحن عم نحكي على سويسرا، ما دخلنا باليورو ولا دخلنا بألمانيا ولا بغيرها. سويسرا بتاخذ أقل راتب بينزل هو معه إقامة N وإقامة F، تمام؟ بياخذ الشخص الفرد 400 فرنك إذا كان لحاله، 400 وكسور حسب الكالتون، يعني كل كالتون بيختلف شوي. اللهم صلي على النبي. إذا كان متزوج هو زوجته بياخذوا 800، إذا كان عندهم ولد بصير ياخذوا 1000، إذا ولدين 1200، بصير ياخذ الولد نص القيمة تقريبا، يعني 3 أولاد 1400 حد أقصى. طبعا الـ N والـ F عم نحكي، بيطلع له غير هدول كل شيء تطلبه المدرسة بيعطوه إياه السوسيال، حتى إذا كان في رحل مكلفة مثل كشافة تزلج بتوصل 300 فرنك الرحلة بتكفل فيها السوسيال. كل سنة بيطلع له الطالب تقريبا شيء 100 فرنك أو 50 فرنك حسب الكالتون. بيجي موضوع الرفاهية، كل شخص بيطلع له بالسنة 100 فرنك رفاهية، بحيث انه يغادر المدينة المتواجد فيها، يفوت على مطعم، يركب بالقطارات، 100 فرنك يعني شمت هواء. هاي بالنسبة للي معه إقامة N وإقامة F، وهي قابلة للتعديل في يوم من الأيام إذا الشخص مجتهد بيتعلم اللغة. أهم شيء يكون يتعلم اللغة ويشتغل، بس يتعلم اللغة بيشتغل بيعدلها بيأخذ بي عمل، والبي عمل هي أفضل إقامة. أنا من وجهة نظري أفضل إقامة البي عمل. بي عمل بتصير كأنك أنت جاي على هالبلد بفيزة عمل، فيزة عمل جاي لهون، بيطلع لك إجازة شهر أو 5 أسابيع، بتغادر البلد وين ما بدك، حتى على بلدك الأم، لأنك أنت ما صفيت لاجئ، أنت صفيت مقيم بصفة فيزة عمل، تمام؟ نجي للإقامة البي، واللي هي تعتبر لجوء سياسي أو ما شابه. بياخذ الشخص من 800 ل 900 فرنك إذا كان لحاله، وإذا كان متزوج نفس الرقم، بس إذا كان عنده أولاد بيعطوا الولد نصف القيمة، يعني الكبير بياخذ 800، الصغير بياخذ 400. زوج وزوجة معهم ولد بياخذوا 1200، ولدين 1600، بس كتر كل ما بيكتروا الأولاد كل ما بيصير يقلصوا له الرقم، لأنه هو بيصير عنده بيت أكبر، بده يدفع أكثر، بده يدفع له السوسيال، وبدهم يدفعوا له تأمين صحي ومدارس وكيتا وتاكشولة وكندر روضة، كل هاد بده فبصير يخف الرقم، كل ما كثر الأعداد الأولاد بصير يخف الرقم. وصلت فكرة أخواني؟ هاي بالنسبة للإقامة بي، بياخد 800 لل 900 حسب الكالتون، وكمان بيدعموه السوسيال بموضوع المدرسة إذا مبالغ كبيرة، أندية كذا، موسيقى، بيدعمون بالمادة. يعني هذا بالنسبة للرواتب أو المساعدات بتنزل من الجوب سنتر أو السوسيال للاجئين إقامة N و F و B. هاي المعلومات الموجودة ومضمونة وموثوقة، بتمنى منكم الدعم إخواني وحبايبي. اليوم إحنا رح نقارب على 800 مشترك، شوية دعم منكم بيصيروا 1000، وبنتوسع إن شاء الله، وبتشوفوا كل شيء بسويسرا، كل شيء بيلفت نظري بدي صوره بدي أعرضه. بدي شوية دعم منكم، لا تنسوني من التعليق، ولا تنسوني من صالح دعاكم. أترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.